النهارده ايضا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص على استقبال بعثه فريق الكوره كره السله زي ما بعثه الى مطار القاهره. كانت البعثه طبعا جايه من رواندا بعد فوزنا ببطوله افريقيا رقم 3 البيئة رقم 3 والتأهل إلى كأس العالم للأندية أبطال القارات. كان متواجد أيضا السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والأستاذ خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. والكل الحقيقة كان مبسوط وأثنى كابتن محمود على الأداء المتميز اللي قدمه جميع عناصر الفريق على مدار مباريات البطولة وصولا إلى النهائي والتتويج باللقب الإفريقي عن جدارة واستحقاق. أيضا أشاد الكابتن محمود بالروح العالية للاعبين وإصرارهم على الفوز وإسعاد جماهير النادي الأهلي مؤكدا أنهم قدموا صورة مشرفة للنادي. ووجه رئيس النادي الشكر إلى كافة عناصر الفريق مشددا على أن التتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية يحمل الجميع مسؤولية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد وتقديم مستوى متميز وتحقيق أفضل النتائج في ظل التحديات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة. قبل بس ما أدي لأوجستي بوش حقه، أنا عايز أدي لأوجستي بوش حقه لأنه يستاهل الحقيقة. هات لي بس الصورة اللي فاتت برضو مهم جدا، لأننا بعد أصدقائنا من الأهلوية اللي بيحبوا، اللي أنا عارف إن هم بيحبوا النادي الأهلي كويس جدا جدا جدا، منهم صديقة أو واحدة من اللي بيحبوا النادي الأهلي جدا الأستاذة زينب السيد على ما أتذكر، كاتبة يعني بتنتقد القناة في عدم استقبال القناة. وعلى فكرة أنا باخد بالي جدا من مثل هذه الكلمات لأنها من ناس بيحبوا النادي الأهلي، ولكن هناك ظروف لازم الناس تبقى كلها عارفاها. ليه الصور بس مفيش فيديو؟ لأنه الحقيقة هناك تعليمات من إدارة المطار أنه لا يمكن التصوير بفيديو داخل المطار. أول ما تخرج من المطار اعمل اللي أنت عايزه، لكن جوه المطار ممنوع خصوصا في صالة كبار الزوار. فعشان كده احنا ما كنا، لكن احنا كان عندنا طاقم كامل ينتظر البعثة وينتظر وصول البعثة إلى المطار علشان من حقهم ان هم يشوفوا، من حقهم ان كل جمهور النادي الاهلي يشوفهم، من حق كل الناس تشوف او كل جمهور النادي الاهلي يشوف استقبال الكابتن محمود والاستاذ العمري والاستاذ خالد مرتجي وبقيه اللي موجودين والاستاذ الكابتن خالد العوضي لفريقهم. من حقنا ان احنا ننبسط بوجود هؤلاء اللاعبين. حاجه تانية، كل اللاعبين مشيوا ما عدا 2 لعيبه ركبوا الاتوبيس، فاحنا طلعنا معاهم في الاتوبيس وصورنا معاهم. أو معانا موتوريال الأوتوبيس كمان، هم 2 لعيبة و2 أجانب و2 مصريين. أنا بس بقول لحضراتكم إيه اللي يعني إحنا بنشتغل ونفسنا نعمل أفضل حاجة لكل جمهور النادي الأهلي، وأنا ما كنتش هرد إلا لو كنت متأكد إن اللي كاتب الكلام ده ناس بتحب النادي الأهلي بجد وعارفة قيمة النادي الأهلي بجد ونفسهم يبقى قناتهم دي أحسن حاجة في الدنيا، وبالتالي إحنا كمان نفسنا إن إحنا نعمل لكم أفضل حاجة في الدنيا. ولكن يعني في حاجات مش بإيدينا، يعني كل اللي بإيدينا نقدر نعمله بنحاول نعمله. ويعني خلال الفترة السابقة كل مباريات ألعاب الصالات تقريبا كانت مذاعة على شاشتكم، شاشة قناة النادي الأهلي. فأنا بس حبيت إن أنا أقول الموضوع ده على الرغم من إن أنا يعني مش من طبيعتي إن أنا أتكلم في هذا الأمور، ولكن إدارة القناة الحقيقة بعتت كرو كامل وكان متواجد مع أو منتظر البعثة قبل وصولها بساعتين تقريبا، ولكن دي تعليمات المطار، تعليمات إدارة المطار. يعني محدش فينا يقدر يتكلم، محدش فينا يقدر يكسر هذه التعليمات، وبالتالي احنا اتعلمنا كده جوه النادي الاهلي بالمناسبه، وده اللي بيمشي في القناه، ان اي تعليمات بتيجي من اي اداره او من كده بنمشي عليها. هو ده اللي حصل. بس انا حبيت ان انا اشرح لحضراتكم بسرعه ليه صور جوه المطار وبره المطار قدرنا نجيب لحضراتكم ماتيريال. اوجستي موجود، عمر زهران بالظبط، شكرا برجاوي لانه الفرق واضح. يعني كان نفسنا طبعا نصور، ما احنا كنا هناك واحنا اللي مصورين، لكن عشان زي ما قلت لحضراتكم في الاتوبيس ما كانش فيه غير 2 لعيبه، عمر عزب واحمد اسماعيل اللي احنا صورنا معاهم، وبقيه اللاعبين المحترفين الاجانب تومسون وبقيه اللاعبين المحترفين واوجستي زي ما حضراتكم شايفين كده. فيعني
كالعادة يعني أنا بس حبيت إن أنا أقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل في هذا الإطار عشان تبقوا حضراتكم دايما عارفين إيه اللي بيحصل، وإن إحنا بنحاول على قد ما نقدر طبعا وبما هو متاح لينا إن إحنا نبسط كل جمهور النادي الأهلي.